هو ما حدش عنده نظر، هو البعيد عمي، هو انا كنت خدام اللي جابها ليا، ولع فينا ولع في العيال، ما انت مجنون زي امك. الزوجه اتفحمت. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناه سعمة حنفي، قناه خصصناها بالكامل لعالم الجريمه، لكن بنقدم النصيحه، بنقدم العظه، واهم درس بنحرص عليه ان احنا لازم نتعلم من اخطاء غيرنا. صحيح الانسان بيتجوز علشان يلقى الراحه في بيته، بس يا ترى كلمه الام تقول لك عايزين ندور عروسه على لابني علشان تخدمه، الكلمه دي صح؟ يعني تلاقي في بعض الامهات يقول لك ايه الواد عايش لوحدي، عايزين نتجوز عشان يلقى حد يخدمه. هو انت بتجوزي ابنك جايبه له خدامه؟ يعني المفهوم ده صح؟ تقول يا راجل مثلا مراته ماتت، تقول لك لا يا عم شوف واحدة تجهز لك هدمتك، واحدة تعمل لك لقمتك، واحدة تكوي لك ايه هو؟ الجواز مش انت ما بتجيبش خدامة، انت بتجيب بن ادمة تعاشرك وتصونك وتحافظ عليك وتديك بروحها لو بتحبك. هو ده الجواز، مودة وحب. كلمة ايه؟ الواد كبر وعايزين يجوزه، شوف واحدة تخدمه. انت بتروح تجيب له خدام. تقول لك لا ده الجواز ارخص من الخدام. اي ما هو فعلا الجواز ارخص من الخدامه، تعال شوف الخدامه بتاخد كام في الشهر دلوقتي، لكن الزوجه بتخدمك بلقمتها مش كده؟ هتتحس بكده هي؟ حته ان احنا عايزين نجوز ابننا عشان يلقى واحده تخدمه جمله غلط وتفكير عقيم. انت بتروحي تخطب لابنك واحده بنت ناس، بنت اهل، بتجيبيها عند ابنك علشان مش تخدمه، عشان تشاركه حياته، تكون الحاجة الحلوة اللي في البيت لابنك اللي هو جوزها، مش خدامة. علشان كده في بعض الزوجات لما بيتخانقوا مع جوازهم يقولهم ايه؟ هو انا كنت الخدامة اللي امك جايبها لك؟ هو لما يليقش ان الزوجة تقول لجوزها كده، ولا ينفع ان الزوجة تعلي صوتها على جوزها. لكن الواقع اللي احنا شايفينه دلوقتي ان الزوجة بقت احيانا كتيرة جدا بتتنمر على جوزها، وخاصة تقول لك ايه؟ ده انا ارفع عليه قضيه واخد الشقه والقانون في صالحي والعيال في حضانتي وهدفع اكنافة واخد قيمتي واسجنك. فاصبحت الزوجه شايفه ان كل حاجه في ظهرها، فبالتالي عودها بينشف وبتشد على جوزها وبتخرب بيتها، وبتقول لك انا ما خسرتش حاجه، شقتي وانا قاعده فيها وعيالي في حضني، وهو ملزم غصب عنه يبعت لهم نفقه. ما بقتش حياه، العمليه بقت تجاره، هاخد منه ايه؟ وفي الاخر لو ما خدتش اسجنه. تعال نشوف الحادثه اللي حصلت في اسكندريه. بس قبل ما اقول الحادثه اللي حصلت في اسكندريه عايز اوضح حاجه. ان الحياه الزوجيه شراكه، شركه. انا بتعب وبشتغل وبشرب المر بره بيتي علشان ايه؟ اوفر فلوس اقدر اوكل بيتي واكفيه من كله. كده ابقى انا شغال خدام عند مراتي؟ هو انا لما بروح اشتغل بره وبجيب قرش عشان اصرف على مراتي وعيالي كده ابقى انا خدام عند مراتي وعيالي؟ بخدم بره عشان اجي اصرف عليهم؟ وفي نفس الوقت يا الزوجه لما تجهز لك الاكل وتنظف لك البيت وتنظف اولادك وتذاكر لهم وتغسل لك هدمتك وتكوي لك بدلتك كده تبقى هي خدامه عندك؟ هي عمليه كفتين ميزان، انت بتشتغل عشان توفر لقمة العيش وهي بتطبخ لك لقمة العيش. هي العملية لو كل زوجة تفهم ان الزوج لما بيخدم بره عشان يجيب لها لقمة العيش، هي بتخدم جوه عشان تساعد جوزها ان هو بره يقدر يشتغل. مفيش حد بيشتغل عند حد، دي شركة، كل واحد قايم بدوره، المدير قايم بدوره اللي هو الزوج، والست مديرة المكتب علشان تنظم له مكتبه وتنظم له عمله عشان يقدر يشتغل. كل واحد بيقوم بدوره، بس لازم يكون في مدير اللي هو الزوج، ما ينفعش يكون الزوج. فبالتالي هي مش حكايه مين بيخدم مين، الفكره ان كله بيترتب على كله، خطوه 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 عشان الحياه تستقيم. مفيش حد بيشتغل عند حد، مفيش حد خدام عند حد، كل واحد بيأدي الرساله اللي عليه علشان يقدر يكفي مستلزماته. ايه اللي حصل؟ الزوج خلص شغل ورجع البيت، لقى مراته مجهزه له لقمته،
مية مية. ولقى مراته منظفة له هدمته 10/10، ولقى أولاده مذاكرين لهم ونضافه زي الفل، الزوجة قايمة بواجبها زي الفل. اتغدى وعملت له الشاي، شرب الشاي ريح شوية، قام على المغرب هيخرج يسهر مع أصحابه حقه ما نقولش حاجة، وهي تقعد عشان تذاكر لأولادها ماشي، كل واحد قايم في الإطار المرسوم ليه بدوره، معروف الزوجة دورها ايه والزوج دوره ايه، مفيش اتنين يختلفوا ان دي شريعة كده او دنيا متقسمة، الراجل بيعمل ايه والست بيعمل ايه، لا هو شغال عندها خدام ولا هي شغالة عنده خدام، ده كل واحد بيمشي في الإطار اللي ربنا رسمه له، الزوج يكد ويتعب عشان يجيب له لقمة العيش، والست تتعب وتكد عشان تطبخ لقمة العيش اللي الراجل بيجيبها، شراكة. طيب الزوج قام بيقول لمراته فين اللي هاتلي البنطلون عشان البسه، هات البنطلون في الدولاب، راح يجيب البنطلون من الدولاب لقاه مش ماكو، قال له اكل البنطلون، جات له كوه انت، انا اليوم كله جاي من الصبح فطرتك وفطرت العيال ونظفت البيت وغسلت ومسحت وكنست، هو ما فيش حاجه، هو انا مكانه، هو انا انا يا ستي. على فكره لازم نستفيد من ساعه مع حنف في النصايح، بكررها دايما، انا مش بجيب جريمه، ما في قنوات كتير بتجيب جرايم، انا بيهمني جدا نستفيد. انت عارفين لو الزوجه ضحكت في وش جوزها وقالت له عشان خاطره والنبي انا هقعد اذاكر للعيال واليوم كله واقف على رجلي، النبي كويه انت خمس زاك زي بعض وانا تعبان، ما كانش هيقول لها لا، لكن المشكله في الموشح، انا اليوم كله واقف على رجلي من ساعه ما قمت الساعه 7 بطبخ وانضف واغسل وامسح واكنس واذاكر للعيال، هو ما حدش عنده نظر، هو البعيد عمي، هو انا كنت الخدام اللي جابها ليه يا بنتي؟ من حق الزوج يلقى هدومه في الدولاب مكوي، حقه، ما بيطلبش حاجه كتير، ما طلبش المستحيل. اي زوج المفترض لما يروح البيت يلقى هدومه نظيفه، يلبس ويريح، ولما يجي يخرج يلقى القميص او البنطلون مكوي، ده شيء بديهي يعني، وخاصه ان عارفه ان جوزها عصبي. الزوج اول ما لقى البنطلون مش مكوي ولقى مراته بتزعق له وهو عصبي، مسك شاشه التلفزيون، ابوك على ابو اللي جاب الجيب بكسر، مسك الكاس اتكسره، ابتدى يخبط في البيت كله، قالت له كسر، ولع فيه. ما في بعض الزوجات كياده، يعني انت شايفه جوزك بيكسر في الحاجه ما تقوليش طب ولع في البيت، قال لها هولع في البيت، طب حاضر هولع في البيت، وراح مسك البنزين، كان جايب شركه بنزين في البيت، راح مكبب البنزين وهي بتقول له ولع، ولع فينا ولع في العيال، ما انت مجنون زي امك، راح هوب هوب هو تحسبه، واحده ما توقعش ان يولع في البيت فعلا، وراح بعود كبريت، راح مولع في في البنزين وجري قفل الباب من بره بتاع الشقه بالقفل. تخيلوا تخيلوا عمل ايه، تخيلوا عمل ايه، كب بنزين جوه الشقه، ما بتقول له يا اخي قصه بهده يا اخي تولع في الشقه كلها، ولع فيها حراره، قال لها هولع اهو، وراح المشكله ان هو راح قفل باب الشقه وراح قفله بالقفل. طبعا مراته بالزعق والعيال ثلاثه اولاد بيصرخوا، الجيران افتح يا حاج، واقف على الباب مش افتح، افتح يا استاذ محمود مش افتح، ولادك جوه مش افتح، الصوت مره واحده صوت لا يمكن، الناس ابتدوا يكسروا باب الشقه، زجوه ضربوه جفس كسروا الشقه، دخلوا جابوا العيال، الحمد لله رب العالمين، كان اختناق بس، الزوجه اتفحمت، كل ده عشان ايه؟ بنطلون يتكوى عند المكوى يجيب 5 جنيه، وفي مكوى يجيب 3، وفي على اول الشارع بجنيه ونص، ولو راح للمكوى قال له معيش فلوس هياكله ويبقى له، ولع في البيت وفي الفرش وكسر التلفزيون وهيدخل السجن عشان بنطلون. يا الحزه الحياه الزوجيه كده، تخيلوا لو كل واحد بيقوم بدوره بقى، الزوج قام بدوره ونفذه، والزوجه قامت بدورها، وكان هيحصل المشاكل دي. المشكله ان كل واحد مش فاهم دور التاني، كل واحد عايز ياخد دور التاني، هي عايزه ايه؟ عايزه جوزها يتعب ويشقى ويشرب المر، ويجي في البيت يتعب ويشقى ويشرب المر، ما كل واحد يدوره مرسوم. الزوج اتقبض عليه والزوجه اتفحمت واعترافات تفصيليه، الزوج والناس كلها شهود عليه، والاولاد ربنا كرمهم وعاش، ومين هيربيهم؟ امهم وماتت وابوهم في السجن، وده قتل مع سبق الاصرار والترصد، لانه عمل ايه؟ كب البنزين وولع وقفل باب الشقه بالكالون من بره،
ومنع الجيران يدخل يكسر الشاب وينقذوه، يعني ممكن ياخد اعدام. طب ليه ده كله مفكرتش في ولادك؟ لا، كل اللي همه ان مراته قالت له عايز تكوي يكوي، انا مش اكوي حاجه، انا اليوم كله واقف على رجلي. لما كسر الشاشه بتاع التلفزيون جايت له ولع في الشجر، راح مولع فيها. طب ده اسمه كلام يا جماعه؟ الزوجه ملكه، لازم تتصرف تصرفات الملوك، لكن انا اقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.